كان أجمل تكريم لك سلامك على سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وتسليمك له كتاب اللي هو كانسر عند يونايتد أرب إمارات. صحيح؟ نعم صحيح. نعم خبرنا عن هذا الشعور وشو قصة هذا الكتاب. نعم طبعا الكتب أو كتابة الكتب هي شغف. طبعا لما كنت صغير كنت أجمع المقالات العلمية وأحطها في كتاب مجلد وكتبت عليها وما زال عندي موجود. هذا هو الكتاب صحيح؟ لا هذا لا هذا الكتاب اللي اعطيته حق الشيخ محمد الله يحفظه. ولكن انا اعطيك الحين البدايه. لا على الكتاب اللي كان اللي مع الشيخ محمد بن زايد هو هذا اي نعم اي نعم. فاقول لك الشغف كان بدايه اني اكتب كتاب فكان حلم منذ الصغر ولكن لما الحمد لله الله فتح علينا بالعلم قررت اني اكتب عده كتب وهذا الكتاب يعتبر الثالث. لا يوجد هناك كتب علميه موثقه عن وضع السرطان دوله الامارات. فلما ارتأيت أن هذا الشيء أن هناك حاجة ملحة أن يكون هناك يعني كتاب علمي يوثق جميع الأمور المتعلقة بالسرطان سواء كان إحصائيات سواء كان الـ يعني الـ الأمور المتعلقة بالأعراض بالسرطانات المختلفة طرق العلاج الحديثة أيضا الـ يعني اقتراحات لتطوير قطاع السرطان. فهذا الحمد لله وضعناه في كتاب جميل كامل وشامل جميل وهو يهم الجميع سواء كان مرضى أو عاملين في القطاع الطبي أو أطباء أو صناع قرار. أي شيء متعلق بالسرطان تجده بإذن الله في هذا الكتاب ويعتبر مرجع وإحنا هذا الكتاب نشرناه بشكل مجاني بإذن الله. طبعا أول نسخة أنا يعني سعيت أني أعطي النسخة لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة فأعطيت الكتاب شاف الكتاب كذي قال لي أنت كاتب الكتاب؟ قلت له نعم طويل العمر. شاف شي كتاب قال لي كفو يا ولدي كفو. صراحة هذه كلمة أنا أعتز فيها يعني وأذكر القصة بكل فخر لأن في النهاية يعني سيد رئيس الدولة وحكومتنا الرشيدة جزاهم الله خير هذا هو عبارة عن استثمار استثمروا فينا استثمار سنوات طويلة من التعليم والابتعاث إلى كبرى جامعات العالم ومن دون مقابل إحنا فلس واحد ما دفعنا. أنا كنت في أمريكا وكندا كان زملائي يعانون الأمرين الطلاب الجنسيات الأخرى من ناحية يعني القدرة مصاريف على مصاريف الجامعية والمعيشة مصاريف الجامعية يشدون هم الجامعة كم رسومها صحيح. المعيشة ولكن الحمد لله احنا كنا معززين الحمد لله وما زلنا معززين الحمد لله وهذه ثمرة فقط بسيطة من رد الجميل دولتنا الغالية.